كلمات وحان كوبلا بيا إن شاء الله شيخنا فاضل كا وكلمات مقدمة سوجي دندونا شيخ شريف طويل لو يقانو شيخ حسن إن شاء الله تعالى فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إله سبحانه وتعالى بن آدم كهدي وأبوري لبقيب أيوك كوبن يهي موقال كهد النوم موقان أيو جركيسة كموقان أيو إيو موقال قرصون وقوده سكجيرو لفظيغا خلق ليلة هدو خلق أيو لمعنى يهي أسلو لغيهيسة وحنا اللي يراه ذا قفك قابك وأبو ريهي، لكن بركي الدنبه خلقي وحالو يقاني ومقعو النقضي قفك موقال كيسا موقانيو، يعني ديري ديسا قابني ديسا قابك وأبو ريهي ذات ديسا موقانيسو. خلق أما اللام طول الرهب وخلقي اللي يراه ذانا وحالو استعمالي أبور كيسة وقرصون أما لغو فصيري كارو تبي عديسة يقاب نغن كيسة وحا مهمة لوضع الرموت كان وقرصون خلقاء سيدا در تيدا ولغا ديمها ألا وسود دجيو دين تا إسلام كبا أي كمي تاهي ما أركيسي قفل لغو أمان أيو قاب أبور كيسة للي يا قفكا وقر حسين يا ودير يا سيداس مجرا وحس قفكا سيدا الله هو ابو سبحانه وتعالى ادويه او كو جوغو وا ابو رتان اله او دورتي اسلام مركانا ان شق كلهين قفكاسي وناغيسا يا حمانتي سمدنبا شيء مهم كا اله او كل حساب تم يا قفكا وأبور كيسا وقرصون خلق أما طبيعة اللي يقالنو قفك وحل الدون إياه خلق إيسا أما طبيعة إيسا إنو وناجيو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيو إله وحكو أماني إنو طبيعة وناك سيهي وقف والبا وكذب يعو وناك سيهي مركو أماني كذب أيا إله وحكو هدنا أراعيي طبيعة وناكسن سيدا أي كسي وناكسناني إله علي سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني وسدح جملو أما سدح قيب قيب طهوري إله سبحانه وتعالى وكو عدينا يا رسول كيسا عليه الصلاة والسلام طبيعة وناكسن وليا هي طبيعة وناكسن رحمة حق ربي كثي من إنو كوهيلة فبما رحمة من الله لنت الله وطبيعة وناكسن تهي دادك وادو جلع سن تهي أدباد أسول لويسا تاسا وحي كنتي دادك حتى عدو قوكو أها إني كلا صاحبان أكتاد لغا صوبته ورك هذا الذي يجيسه تا هدي اللوين لها وأي دعي لها إذن طبيعة حنتهي دعي إذن كل ما جوكتين واللغا عرري لها فرقو إنتا أشيء يكذب يا إله وحو راعيي طبيعة وناقاسي وحيابس آدو سي كبيو أرنتا أوري وحاوية
أولا أدين لوجفه أما دوات لوجيسته سكعفي فعفو عنه سكعفي طبعا وناجا أيها القيمة هو وين كم تاي ثانيا مركز عفي سو هدنا إله دم بداف ويدي أو إله سبحانه وتعالى إلا رسولك لوجفه لمن ما أهجف بين آدم كعادي لوجفه بين آدم كعادي هدي لوجفه أي واحد أغبى هذا إنه كعفيه كرسول كجف كيزو أما ودين كباح أما وحكونه بنغنية أرجع إلى الدم بدا هذا مكان عفيسه إلى الدم بدا في ويدي ثالثا هذا نسوله وقلب بوضع إلالي أو إنه مهم ينتص تلوين كا يوحيا بها الضبع ستين أصنع سنة كل شو أرمها واحد تسينا يا رسولك عليه الصلاة والسلام ومخلوق الله أبو ري ضمان وطبيعة ونكسر هذا تبيع وناجي سوحيا به سي كبيا أي ربي سبحانه وتعالى وسي شجيا أركب بين آدم كمر والبين لجوب بالرجيو تبيع وناجا أرن مهم أوي تبيع وناجا سي إله سبحانه وتعالى رسولك سوقو أماريو أوليه وإنك الله على خلق عظيم تبيع وناكسن أياد كوسو أنت هاي أياه يد إن عائشة رضي الله عنها لويديي وحال لويديي رسولك الدبي عدي سسنية هاي كيف كانت خلوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وحكو جوابتي رسولك الدبي عدي سه وحايا هاي قرآن كان خلوقه القرآن الدبي عدي سه قرآن كاي هاي معنوه وحاوية قرآن كمن أول إلى آخر وحو أمر إياه وحو ريب إياه طبيعة وناك وأمر إياه طبيعة عده حنه ورهيب إياه قرآن كدمانتي أرين تاسوك هغلية رسولك لا سنة قرآن كهو أمرين طبيعة وناك وقود نغمي طبيعة حمدة وقرآن كرهيبين سنة دوغة تغيي وأحسنوا إن الله يحب المحسنين برب إليه إحسان سمية وطبيعة وناك وحيوها وهو كمدة قفها واحتر إنه النقضه يعني مركو بلشاد اللي جوغو قف بلشاد يسا واحتر يو واح كسو زيادين يو وإنه النقضه وإنه علمي كسو زيادية وإنه مادي كسو زيادية واحتر كواحو قبطة وإنه عقلي كسو زيادية وإنه جاه كسو زيادية كلمة طيبة وإنه كسو زيادية وإنه واحو كسو زيادية وأحسنوا رسولك عليه الصلاة والسلام آيات القرآن كأسنة أهيد أيوه عمل فلي وحونا أها مخلوق أو دم بن آدم كلمة أهيه إحسان كي أولا كسلام من قبطه آيات كلا ربي وحو كل يهي وقولوا للناس حسنا دادك هذا لونا كسن كرا هذلا يعني إله سبحانه وتعالى مؤمنين تموصن لهم وبن آدم كأوردن بن آدم كأوردن مسلم كافر قفوين قفير رج دولار متكو دونا هالنقض يعني إن هذا الوناكسن لولا هذلو قفو والبنى مناسب كيس لولا هذلو وإنك عالم كا هذا المناسب لولا هذلو قف كا ملاحظة هذا المناسب لولا هذلو نك حاس كيس هذا الوناكسن وكل هذلو مناسبة قبلوا حاس كأنك هذا هذا الوناكسن كل هذا شو عرورة هذا الباء مناسبة يعني قف والباء هذا المناسبة يولي هاي إسلام مركا أنا وقولوا للناس حسنا سوء ذا قليو رسولك عليه الصلاة والسلام آيات داسنا سيرا هاي ذا يوغوث في المعنى وقونا سفاسنا قف والباء ماشا أوجوه أيو كل هذا اللي جروك كل هذا اللي جري وحا رسولك عليه الصلاة والسلام لفتي سؤولي هاي أنزل الناس منازلهم قف والباء ماشا بدن كيسا هل جوجيو هل دجيو سلا أيونا أدغم يا رسولك عليه الصلاة والسلام وحلو يدي رسولك عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخلون الناس الجنة تدك جنة وحق قليو محاو قبضا رسولك وحقو جوابي عليه الصلاة والسلام التقوى وحسن الخلق الله كعبسك يا طبيعة وناجة يا أول دتك واحد جنة قليو
وحاكل رسول كنوشيك عليه الصلاة والسلام ميزانك قيام ماذا وحيابها وقول رسول الله صاره حسن الخلق إنه كمد هي طبيعة وناك وحاكل رسول كنوشيك عليه الصلاة والسلام رسولك عدة وجع عليهي آخرنا أقوم منزل له إنه يهقفك وقول طبيعة حد وناك سن سيدوك له رسولك عليه الصلاة والسلام طبيعة وناك سيئن بدن أيو كشيكي كنا بوري أمدا طبيعة وناك سيئن أيو نغمان طبيعة وناك أنا وحال قولا نغمية بن آدم كلماها وحال قولا نغمية بن آدمك حيواناتك حتى جماداتك رسولك وحكى سوان عليه الصلاة والسلام إنه يريه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قفك هدو واحد ديليو سوى ناكسن قاب وناكسن هاو ديلو قاب وحي لديلي لما طبضان عنكو أهين هدو واحد وقورع عينا قاب وناكسن هاو قورعو ودربا نفتا أي أغبحي وحاو قورع عيانا هاو راحيو وصير لبعطا إيا قحر يوسن قورعين مركا هورينا من ديدي سيها سوء أفايستو وحاي كامي تاهي سيدا وناكسن يلو قورع عيو وحاي كامي تاهي إحسان كا ورسول كا أمر عليه الصلاة والسلام كنا أمر يو مخلوق حتى ما لا يعقل كا إن لو سميو حتى وحي لديل يو إحسان الله سميه ووحيا بها رسولك وديده عليه الصلاة والسلام وحا كمده وحل الدل يو تمثيل الله سميه وشيك يو الدل يو كل بحبين إن لقو يو أما مركا الدل يو كدب لصورة سميه عرمها سي حرام ويي إحسان كا يينك هرتي إحسان كا لسمينا يو حا كمده برغا وحا كمده جود يو حبحنتا صبر كا يا كمده حلمك يا دلقاتك يا كمدة شجاعة يا جسني ماذا يا كمدة وماشي مناسب كهاي المرك الله ديكو يعني وحيالها ونكسر الدين تاع أمري من أول إلى آخر وحي كم تاعي إحسانك آية القرآن يا إله وكل يا سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني أمانة وحلو من السنة أهيدنا أجدته إحسان كأي كمدية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون يعني آيات داسي إله وحقوق جمعنية وحيابها مأمورات إسلام مركا أنا حسن الخلق يوحيابها منهياتك إسلام مركا أنا سيء الخلق وحيابها حسن الخلق إلى هيدا وكل جمعية وحوجه الرجاء عادلي قفك قرصور وسميه نفتي سين وكقرصوره والنفتي سوا حيكو خلدم تاعي وكقبته قرابتي سوا كقرصوره عرورتي سيه الكيس وكقرصوره ابن آدم ككله وكقرصوره حيوان كي ما لا يعدل كي أرضا يا وحيابها سوا كقرصوره بالعدل والإحسان قفك واحتر إنو النغضه ومخلوق أولا جوغه إنو سن عليس كن قولينه مخلوق قف واحتر إيا إنو النغضه وحالا يرى هذا الدوية هذا وحكسه زيادين أدقى الزائد كوا يعني الدوية هذا وحكيلين دي عليس بل الدوية يضدك إيا وحي أدلي مجتمعي أدكو تاهي مركا قفك وإنو يهي قف واحتر إحسان إحسان كوحا كمذا قرابة سيقارة هانيت والدين تأيوه هرريان وعرور تأي حاسك إياي كمديهين ده إنسي قار أهانيد أيوه الله وحلو تارو وحنا الله سيئو منهياتك سيئو الأخلاق كمده إله سبحانه وتعالى آيات وكشيغي كشيغي وحا كمده الفحشاء وح الله وحيحن وشرعيك كحر وردنا يا فحشاء اللي يرى هذا فحشاء سي وحا سوء ده قليا وحكستو منهيئة أو إله أما الرسول كيسى عليه الصلاة والسلام أنه يودي ذي وحي كمديهين سيء الأخلاق
أركا دردارنك قدام بيا وحوية روحا وإنه كسف وكون الدلالة طبيعة ونك دقن ونك وإنه كسف ما سكن إلى ليا دقن حمادة سلام أركا الدين تكهر جيده وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا أيوة يا بسم الله وحن حصوصي قولا وحي سوء وتستي دعاء قبر مدعى رير لهي اسلام كان عرور عن يالنين إلهي عرور بركيسا هسيو عرور رق يضمر اسلام كان بركيسا الله هسيو يدنا الله بركيو وذي قادنا الله بركيو وحي هايستان الله بركيو وحب بركيسا الله سوق ليو إذا كلمة هاي مسلمين توحي عرور لا أنا لما عرور بركيس الله هسيو دم بجيني إذا بوالد كنا الله دافوس